مرحبا يا جماعة، بهالثلجات الجميلة في غازي عنتاب. طبعا الطرقات تقريبا مسكرة أصابع السيارات، يعني إلا الطرقات اللي فتحتها الجرافات، بس الطريق بشكل عام صعب وزلق وسيارات كثيرة شفتها علقت بالطريق. الثلج في عنتاب مستمر لها عدة أيام، هو جميل حقيقة وبارد، يا أصابع تجمدت، أصابع اللي ماسك فيها التليفون تجمدت من البرد، ما بإمكانية تستخدم سيارة. الأفضل أنه تمشي، وهذا العمام اللي رايح على البيت مشي. شاعر الجو، شاعر جميل بس بارد والله. بي سيارات، سيارات رفع المساحات وما أعرف ليش ماسحينها رافعينها، يعني شو الهدف من رفع المساحة ما أعرف. هاي الثلج أكثر من 20 سنتي، السيارات عم تمشي بصعوبة. هذا شارع مديوس ومشت عليه الجرافة كشطته، لهيك كان في إمكانية إنه السيارات تمشي، ولا غير هيك صعب عمليا إنه تمشي بالطريق لأنه زلق. وأغلب السيارات شفتها أنا، أما أو مو أغلب، كثير من السيارات شفتها شي معلق والشام يمشي بصعوبة، ولحق انزل وتفش. هاي الثلج كويس، أصابعي تجمدت، أمسك بالإيد الثانية أصابعي تجمدت كأني فصلت التسجيل حتى. الحركة موجودة بالطريق رغم البرد الثلج، بس يعني في حركة كبيرة بالطريق. واحد بس ينتبه، هو ما في عشان ما يدوس له بشي حفرة، انه شوف الثلج صار بعيني، شايفين؟ هذا ابو التاكسي ماشي مو سائل، ساحب. هاي سيارة معلقة، واحد يمشي بس ينتبه. يعني تقريبا اكثر من 20 سنتي ثلج، اكثر حتى، يعني بوطي كله عم ينزل الارض. هاي السيارة معلقة، هاي السيارة معلقة، روح نتفش معاهم احسن شي، نتفش معاهم نرجع لكم. دفشنا للسيارة ومشت، تعاونوا شي أربع زلم ومشت السيارة، راحت راح بهذا الشارع. أتوقع مش حاله، أعتقد هذاك هو مش حاله بآخر الشارع، راح إن شاء الله ما يعلق مرة ثانية. أعتقد أن حارتي لو راجع بالسيارة مستحيل أقدر أصوف، مستحيل مستحيل أقدر أوصلها أصلا في هذا الثلج. شايفين؟ أشوفكم بعد شوي، بس رايح أتدفى لأنه ذبحني البرد.